كاس مصر موسم 2021-2022، في عندنا فريق متأهل بالفعل للدور قبل النهائي هو فريق سموحة. يتبقى 3 مباريات في دور الثمانية من هذه البطولة هي اللي كانت مؤجلة. المباراة الأولى لعبت اليوم، الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 بهدف سجله سيد عبد الله نيمار، هدف أكثر من رائع. سيد عبد الله نيمار قطع من الناحية اليسرى وسجل الكرة بيمينه مقوصة R2 جميلة جدا على يمين الحارس محمود جاد حارس مرمى النادي المصري عشان يتأهل نادي الزمالك للدور قبل النهائي. كده عندنا فرقتين في الدور قبل النهائي، سموحة والزمالك. النهارده بإذن الله عندنا مباراتين، الأهلي في مواجهة المقاولين العرب في دور الثمانية، والبنك الأهلي في مواجهة بيراميدز في دور الثمانية أيضا. اللي هيفوز من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز هيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي، واللي هيفوز بإذن الله من مباراة الأهلي والمقاولين العرب هيواجه سموحة في الدور قبل النهائي. طبعا انا عارف ان الدنيا زحمة جدا دلوقتي في كاس عالم، والحاج عامر حسين بيتحفنا بكاس رابطة ومباريات دوري وكمان كاس مصر بتاع الموسم اللي فات. كاس الرابطة لعبنا فيه الدور التمهيدي، المحلة تجاوز اسوان وحرس الحدود استطاع ان هو يتجاوز الداخلية. الخميس المقبل باذن الله في مباراة اخرى ما بين الزمالك والمصري البورسعيدي، لكن هذه المرة في الجولة الخامسة من الدوري المصري. نرجع لمباراة اليوم بتاعت نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي في كأس مصر اللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. نادي الزمالك النهاردة طبعا كان يهمه الفوز في هذه المباراة في ظل غياب عدد كبير جدا من اللاعبين، هنقول بقى محمود حمدي الونش، هنقول محمد عبد الغني، احمد فتوح، سيف الجزيري اللي موجود مع منتخب تونس في كاس العالم، غيابات كثيره في نادي الزمالك. مش بس كده، ايضا بروفيسور جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك ما كانش متواجد في هذه المباراه، سافر لبلاده بسبب وفاه ابن زوجته في حادث في البرتغال. جوزفالدو فيريرا هيبقى موجود بكره باذن الله في تدريبات نادي الزمالك من جديد، لكن كان يهم نادي الزمالك ان هو يعدي من هذه المباراه الصعبه باقل الخسائر، واقل الخسائر طبعا في مباريات الكاس خروج المغلوب هي الاستمرار في البطوله. الزمالك عمل مباراه كويسه في ظل الاصابات اللي انا قلت لحضراتكم عليها، واستطاع ان هو يفوز في النهايه بنتيجه 1-0، واستطاع ان هو يتخطى النتائج السلبيه اللي كانت قبل هذه المباراه، الخساره قدام النادي الاهلي في بطوله السوبر المصري اللي اتلعبت في الامارات، والتعادل بعد كده في الدوري المصري امام نادي انبي بنتيجه 1-1. بالنسبه لنادي المصري البورسعيدي فانا اعتقد ان الامور بتسير للاسف الشديد بشكل سيء حتى الان من بدايه الموسم. خلونا متفقين كده من البدايه ان اختيار الكابتن ايهاب جلال ليقود المصري البورسعيدي في الموسم الحالي في رايي الشخصي هو اختيار جنبه الصواب. ليه؟ لان كابتن ايهاب جلال طالع طبعا من تجربه صعبه جدا مع منتخبنا الوطني، تم اقالته تقريبا بعد 14 او 15 يوم، لعب له ماتشين ثلاثه ودي على رسمي تم اقالته، وبالتالي اختيار الكابتن ايهاب جلال لقياده المصري البورسعيدي ايضا ما كانش في رايي الشخصي امر جايب بالنسبه للكابتن ايهاب جلال، لان الكابتن ايهاب جلال في المصري البورسعيدي بيفتقد ليه الدعم الجماهيري. جماهير النادي المصري مش بتأيد الكابتن ايهاب جلال كمدير فني للمصري البورسعيدي. من التجربه اللي فاتت اللي قاد فيها الكابتن ايهاب جلال المصري، جماهير المصري مش حاسه ان الكابتن ايهاب جلال هو الاقدر بقياده المصري البورسعيدي، عكس جماهير المصري البورسعيدي، عكس وضعها مع الكابتن حسام حسن اللي قاد المصري البورسعيدي في 4 فترات من قبل. دائما بتحس ان في حاله وفاق ما بين الجماهير وما بين الكابتن حسام حسن، عكس الكابتن ايهاب جلال اللي ما فيش وفاق ما بينه وما بين جماهير المصري البورسعيدي. ايضا الكابتن ايهاب جلال كان المفترض ان هو لما يخش في تجربه جديده بعد تجربه المنتخب الفاشله طبعا بالتاكيد بالنسبه له، كان محتاج الدعم الجماهيري، وده اللي ما لقاهوش في صفوف المصري البورسعيدي. علشان كده من بدايه الموسم اي نتيجه سلبيه بيحققها الكابتن ايهاب جلال مع المصري البورسعيدي اعتقد ان هي بتحطه في موقف صعب وحرج. بعد اي هزيمه، بعد اي تعادل، بيبقى استمرار الكابتن ايهاب جلال في قياده المصري البورسعيدي محل شك. طبعا المصري البورسعيدي في بدايه الدوري خسر من سيراميكا كليوباترا في نتيجه كبيره 3-0، المباراه الثانيه في الدوري تعادل مع بيراميدز 0-0، وفي المباراه الثالثه استطاع ان هو يحقق الفوز الوحيد للمصري البورسعيدي في الدوري حتى الان
بهزيمه انبي 2-0. بعد كده عملنا مباراه الكاس النهارده اللي خسر فيها كابتن ايهاب جلال من نادي الزمالك وخرج من كاس مصر، وعادت من جديد الاقاويل اللي بتطالب بقى برحيل الكابتن ايهاب جلال او علامات الاستفهام حول استمرار الكابتن ايهاب جلال مع الدعم الاداري الكبير اللي قدمه مستر كامل ابو علي من بدايه الموسم لكابتن ايهاب جلال لقياده المصري البورسعيدي في هذا الموسم، وعدم اختيار مدير فني اجنبي لقياده المصري البورسعيدي، وعدم استمرار الكابتن حسام حسن اللي كان انقذ المصري البورسعيدي من النتائج السلبيه الموسم الماضي وابقى في النهايه المصري البورسعيدي في منطقه الامام بالدوري المصري. للاسف الامور في المصري البورسعيدي هتسير على هذا الوضع، كابتن ايهاب جلال يكسب الجماهير تقدر تقول ان هي هتبتدي تدعمه شويه بشويه، لو خسر هيبقى فيه على طول نقد سلبي وشديد للكابتن ايهاب جلال. انا بطالب جماهير المصري البورسعيدي بالهدوء على الكابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال مدرب كويس هيفرق معاه جدا وهيفرق مع المصري البورسعيدي الفترة المقبلة في حالة ان هو وجد الدعم الجماهيري المناسب، اتمنى ايضا ان الظروف تساعده باذن الله الفترة المقبلة ونتائج المصري البورسعيدي تتحسن من مباراة الى اخرى وايضا مستوى المصري البورسعيدي. الاهلي بكرة في مواجهة المقاولين العرب، مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي، طبعا احنا عارفين عنده غيابات في خط الدفاع، محمود متولي غائب، ايمن اشرف غائب، ومحمد عبد المنعم في فرصة كبيرة جدا ايضا انه يغيب عشان العملية اللي عملها في انفه، ولو لعب هيلعب بقناع لحماية انفه، وبالتالي خط دفاع النادي الاهلي في الاغلب هيتكون من ياسر ابراهيم ورامي ربيعة. من جديد النادي الاسماعيلي عاد مع مديره الفني جاريدو للتدريبات بعد راحة 48 ساعة خدها الفريق بعد التعادل مع فاركو في بطولة الدوري المصري، المباراة اللي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل ليه فاركو رزقي حمرون ويتعادل للنادي الإسماعيلي باسم مرسي في أول أهدافه مع النادي الإسماعيلي. 48 ساعة إداها جاريدو راحة للاعبين وعاد اللاعبين من جديد للتدريبات، جاريدو قرر تطبيق نظام اليوم الكامل التدريبي على اللاعبين استعدادا لمباراة الفريق القادمة بإذن الله قدام نادي سموحة يوم الجمعة المقبل في الجولة المقبلة من الدوري المصري، طبعا مباراة في غاية الأهمية لأن الإسماعيلي حتى الآن أحرز نقطة واحدة فقط لغير من 3 مباريات وعنده مباراة بالتأكيد مؤجلة أمام فيوتشر، وهم تحقيق نتيجة إيجابية قدام سموحة الجولة المقبلة. مباراة سموحة المقبلة هتكون أول مباراة للنادي الإسماعيلي هذا الموسم على ملعبه وسط جماهيره بالإسماعيلية، وبالتأكيد بالتأكيد لعيبة النادي الإسماعيلي والجهاز الفني ومجلس إدارته هيكون عندهم الرغبة للظهور بمستوى جيد قدام جماهير النادي الإسماعيلي اللي بتدعم الفريق من الموسم الماضي بشكل أثار إعجاب جميل متابعين الكرة المصرية رغم النتائج السلبية المتتالية اللي بيأديها النادي الإسماعيلي. طبعا ما زالت الشائعات بتحيط بالأحوال داخل إدارة النادي الإسماعيلي، ناس تقول اللعيبة ما قبضتش وهتقدم شكوى ضد النادي الإسماعيلي، ناس تانية بتقول لا اللعيبة ما اشتكتش النادي الإسماعيلي، لكن يبدو إن في إجماع إن مستحقات اللاعبين بتتأخر دايما على اللاعبين من إدارة النادي الإسماعيلي، ويجب على إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي البحث عن حل لهذه الأزمة. مش هنفضل كل يوم اللعيبة قبضت اللعيبة ما قبضتش، خلونا متفقين إن اللعيب المصري لما قبضش مش بيأدي كويس في الملعب، وده شيء طبيعي مش اللعيب المصري بس، أي لعيب في العالم. لا جديد في ملف المحترفين، بفراس شواط ما زلنا في انتظار البطاقة المؤقتة له، في نور الزمان الزموري أعتقد إن هو في اللحظات الأخيرة مستني الفلوس بتاعته انها تدخل حسابه والا هيفلق. مش حابب اني كل ما اتكلم عن النادي الاسماعيلي اتكلم على النواحي السلبيه، اخيرا اعتقد ان في جانب ايجابي في النادي الاسماعيلي ومجلس ادارته هذا الموسم بيتمثل في نتائج قطاع الناشئين. بسم الله ما شاء الله فرقه 2003 2005 2006 حتى 2001 بيأدوا بشكل اكثر من رائع، خصوصا فرقه 2003 اللي بتحتل صداره دوري الجمهوريه حتى الان. جميع الفرق في قطاع الناشئين الفتره الاخيره خصوصا في تحسن كبير جدا في نتائج قطاع الناشئين، لكن دايما هكرر وهقول زي ما بقول كل مره ان الاهم من قطاعات الناشئين ليس النتائج بتاعه فرق الناشئين، ولكن الاهم هو تصعيد عناصر صالحه لانها تلعب للفريق الاول للنادي الاسماعيلي. ياما شفنا قبل كده فرق في قطاعات الناشئين بتعمل نتائج كويسه لكن الفريق في النهايه مش بيفرز عناصر تفيد الفريق الاول، وبالتالي اكننا ما عملناش حاجه.
وانت بتتفرج على مباريات كأس العالم الجميلة الممتعة، ما تنساش ان الموسم المصري شغال عادي جدا. عندنا كأس رابطة، كأس مصر، دوري مصري. مش هتقدر تغمض عينيك مع الحاج عامر حسين. يا ريت لو اول مرة تشوفني تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. اشوفكم على خير بإذن الله.